الدكتور الشاطر من حقه انه يكون مشهور، ومن حق المريض انه يقدر يوصل له بكل سهوله. ومن خلال خبرتنا في بيور ميديا قدرنا نعمل كل ده مع مجموعه من الاطباء والدكاتره المتميزين، وده لاننا متميزين في انتاج المحتوى المرئي وانتشاره على كل منصات السوشيال ميديا من خلال خطه زمنيه دقيقه ومدروسه لكل طبيب، وطرق ابداعيه في تصوير المحتوى وعرضه بدايه من الفكره لطريقه العرض. ساعدتنا إننا نحقق المعادلة الصعبة، وهي زيادة المتابعين وعدد المشاهدات على السوشيال ميديا. مش بس كده، هيزيد عدد المرضى داخل العيادة، وده بسبب الثقة اللي هيبنيها المريض من الطبيب. بيور ميديا، طموحك يهمنا.